المشاغبين اللي ما يسمعون الكلام. وقبل ما نبدا هذا الفيديو وصلنا 1,000,000 لايك ويلا نبدا. شلون ازعاج يا ام فطامي؟ حيت حيت الله، خلي الاطفال عادي اطفال، اطفال عادي، تعالي تعالي. سلمي 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 سلمي. ان شاء الله اقدر اعلمك الوصفة. ان شاء الله ان شاء الله. افهال ازعاج ان شاء الله بس. اوكي اول شيء تحطين هذا. تسوون؟ ان شاء الله وامي نرسم كيك يا امي. الصحن الصحن الصحن. يا ام فطامي الصحن الصحن. يا ربي انا قلت لك روحي خلاص. كملي كملي. اوكي وبعدين تحطين اوكي الصحن يا ام فطامي الصحن يا ام فطامي الصحن. لا 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 خلاص خلاص روحي روحي يا ام فطامي. صراحة انا صدعت. خلاص خليني اقول لك الوصفة بروح بيتي ترى الطبخة بالفرن. اوكي اوكي لا تعصبين يا لولو اطفال اطفال. اذا يو ما عليك انا بضربهم. اوكي اوكي يا بس يا ام فطامي بس اسمعي هذه بنتك؟ ايه بنتي اسمها فطامي. انت تقولي لي انا ام فطامي هاي فطامي. انزين ليش خواتها مو بمثلها؟ ها شو تقصدين؟ لا سوري سوري والله اللهم اني صائم. خلاص بقول لك الوصفه يلا. اوكي تحط مثل ما قلت لك تحطين اول شيء هذا الباودر بعدين يوم تخلطينهم تحطين عليه كوب حليب. ليش شير نسوي مغرب؟ اوكي اوكي ام فطامي اول شيء بعد ما حطينا كل المكونات بتحطين شيء زياده تحطين وانت تبين سكر او اي محلي ثاني والحين بعدين بتخلطين. سوينا 1,000,000 لايك لان بنسوي حلقه جديده وسويت لها 1,000,000 لايك. يلا انا راح تشوفوني. اوكي يا ام فطامي مثل ما قلت لك الحين تجيبين الخلاط. خلاص فهمت الوصفة الحين بنبدا بنفتح وبنسوي. اوكي بعدين تبدي من السكر بعدين. اوكي بس وين السكر؟ لا لازم سكر يا ام فطامي كيف نسوي كلها بدون سكر؟ ها في وايد وايد سكر ليش تحتاجين تجيب سكر؟ انا بروح اجيب سكر. بسم الله بسم الله بسم الله. شو ها؟ ياه عنكبوت. شو ها؟ عنكبوت. بسم الله بناتي يحبون المقالب اعرف عادي عادي عادي. هذا عنكبوت مو بصدقين. بسم الله خوفوني بناتك. خلاص يا ام فطامي انا مو بساعد في الوصفه انت هذه الوصفه كمليها بروحك انا وراي شغل. يلا مع السلامه بروح بيتي. ما فهمت شيء. والله يعينك على بناتك مع السلامه. روحت والكيكه ما قلت لك بسويه وصل انا ولا فهمت شيء. يا الله كيف اروح انطر بدون كيكه؟ ما عندي فلوس اشتري كيكه. والله بريكم يا بنات. ها فشلتوني فشلتوني. ماما الحين بروح اجيب الاكل الحين بيأذن. ما برتاح اكل الا اذا تعلموا الادب. الحين بيأذن انا مالي اتدخل.
الله أذن. تعالوا إذا فشلتوني الحين بأدبكم. تعالي تعالي تعالي. هذا الحل المشاغبين اللي ما يسمعون الكلام. ماما أذن من زمان. أنا أنادق بس إذا ما تسمعين. أوه ما خليتوني أركز. الله يهديكم يا بناتي. أسفين. بدي أشيل هدي لما أخلص آكل أنا فطامي. يا أصدقائي الصغار، إن رمضان شهر الخير والسكينة والهدوء، فكونوا ملتزمين في المنزل بالأدب والاحترام، وحفظكم الله من كل شر. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب لاسمكم من انستغرام وتيك توك وسناب شات. باي. ضيفونا سناب نصور فيه يومياتنا وحياتنا. ضيفونا نحبكم. مع السلامة. ها قطوة في الشجرة يمكن شكلها مريضة، خلينا نساعدها يا فطامي. وتأخرنا على ماما. قبل ما نبدأ هذا الفيديو وصلوا لنا مليون لايك ويلا نبدأ. ماما ماما هلا. عاد نلعب الحين سكوتر. هي هي العبي بس لا تروحون بعيد، انا بروح اجيب اوراق الهيا عشان امتحانها وعشان ادرسها وبهتم بنجود، بخلي نجود تجيب سكوترها هني. اوكي ماما. يلا يلا طيب تعالي. يا فطامي صح هذا المكان صغير؟ هي بس عادي بلعب. ما عجبني المكان. شو يا دانا؟ شو رايك نروح عند السحرة يا فطامي؟ لا 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 ماما قالت لا. ليش خوفة؟ أنا بروح بروحي. ها تعالي تعالي دانا. انتبهي والله يخوف. فطامي فطامي يلا بسرعة يلا يلا فطامي خلينا نسير. حلو والله انت فنانة يا دانا. حلو المكان. شفتي شفتي لازم تسمعين كلامي دايما. يلا يلا نلعب. يلا لحظة أسمع أصوات، أصوات بنات مستانسات. أصوات منو هذيلا؟ هي لحظة لحظة كأني أعرف هالصوت. أصوات سوالف بناتي، بشوف شو عندهم. الله عندهم سكوتر،
بس وين أمهم؟ وين أخواتهم الصغار؟ بس أشوف دانا وفطامي. هي عرفت، أقدر أخذ سكوترهم دام إنهم بروحهم. وقفوا 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 وقفوا. هلا والله. نعم، شو تبين؟ شوفوا يا بنات، بدون لف ودوران ومن دون أي مقدمات، أريد السكوتر الحلو بدون أي مقاومة. ضحكتيني ضحكتيني، مستحيل بعطيك تعرفيني. يلا يلا خلينا نلعب، روحي بعيد. ها شو تتحديني يا دانا؟ تتحديني؟ نعم نعم تتحديني يا دانا؟ ها أنا أرويج، باخذ السكوتر يعني باخذه. تعالوا 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 فطامي فطامي، تراها ورانا، خلينا نهرب هنا عند الصحراء. يما وين بتسيرون؟ المكان كله مسكر. تعالوا، ما رح استسلم ليلى، ما رح تستسلم ليلى، ما رح استسلم انا ليلى، ما رح استسلم. الحمد لله هم بيروحون الصحراء والمكان محاصر. يا فطامي لحنا في نهاية الطريق، أنا خلاص أنا خايفة هي بتمسكنا بعدين. يا الله بناتي وين راحوا؟ أنا رحت ورجعت بعدهم ما رجعوا، وينهم بناتي؟ بترياهم هني. ما رح استسلم، بمسكهم بمسككم. ماشي فايدة. ها عرفت عرفت، أنا بتخبي هني الحينة، وأول ما يجون هني بدزها من الصحراء وباخذ السكوتر. أنا خبرتهم من البداية من غير تحدي، بس هم يبون يتحدون ليلى. الحينة بترياهم. خسرت التحدي. الحمد لله. ليلى فتنا يا دانا. هي وناسة. يلا يلا فطامي خلينا نرجع البيت. الحمد لله الحمد لله، ما صارنا شيء. انا حذرتهم ما يروحون بعيد. يا ربي يا رب استر عليهم. اخاف يكون صار لهم شيء، ربي يستر عليهم. يلا يلا بسرعه ما نتاخر. جتني فكرة. أحسن بروح أتخبى بهالشجرة الصغيرة على أساس إني قطوة، لأن صعب يوقفون. ما شاء الله السكوتر سريع. يلا الحين بسوي نفسي إني قطوة. ميو ميو ميو. أعرف أعرف دانا تحب القطاوة. فطامي فطامي، تسمعين صوت قطوة؟ هي اسمع. حرام، شكلها طاحت في الصحراء يا فطامي. خلينا نسير نساعدها. بس من وين الصوت؟ خليني اسمع. ميو 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 ميو. ها ورا شجرة يا فطامي. ها قطوة في الشجرة، يمكن شكلها مريضة. خلينا نساعدها يا فطامي. تعالي تعالي تعالي، وانت تعالي بعد. خلينا فكينا يا ليلى، خلينا نسير، المكان كبير. تتحدوني؟ تتحدون ليلى؟ ترى ما حد يتحداني، انا ليلى ليلى ليلى. يلا خليكم هني، انا بسير العب السكوتر معكم. لا
خليكم هني بروحكم، انا بروح. ساعديني دونا فطامي، تعالي بسرعه نبلغ في قدر ما انت. فطامي ارجوك ماما، المقاعد كبير، تعالي فطامي. بسم الله بسم الله، تعالي بسرعه، خلاص قدر ما انت. يا سلام يا سلام، الحين بدل السكوتر عند اثنين، اختار مال دانا ولا مال فطامي؟ لا لا لا، حبيت مال فطامي، يلا الحين باخذ مال فطامي. مع السلامة. يا سلام، اخيرا العب سكوتر. تعال ساعديني اول. خلاص اخذ السكوتر. طيب فطامي يدك. يلا بسرعه تعالي ناخذ منها، تعال لحقها. فطامي بدل مكان يا ظلم، يلا يلا خلينا نسير بسرعة. ايه شو هالسكوتر الفاشل، ترى مو بحلو، اكثر من مرة كنت بطيح. شو هالسكوتر، خلاص انا ما اريده. سوالف بناتي وينكم؟ اوه سوالف بناتي بعدهم وراي، اصلا من زين هالسكوتر، تعالوا خذوه، ما اريده، كنت بطيح. مع السلامة، بس ها ما حد يتحدى ليلى، مع السلامة. راحت، لحقهم نخليها. لا خلنا نروح عند ماما. هي ماما تعصب، خلينا نروح. ماما وين رحتوا؟ شو فيكم؟ شو صار؟ شو فيكم؟ شو صار؟ ليش تأخرتوا؟ ماما أنا آسفة. وأنا بعد يا ماما آسفة. يلا يلا تعالوا فهموني داخل البيت، بس الله ستر عليكن والحمد لله على سلامتكن، لكن مخالفة أمر الوالدة من الأمور اللي تعرضكم للخطر. تعالوا فهموني قولوا لي شو صار، يلا بسرعة. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك سبسكرايب، لا تنسون تابعونا على تيك توك وسناب. باي. وصلونا مليون.